السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تكنو هانترز اتش كي. معاكم احمد حمدي، والنهاردة هنعمل مراجعة عن تابلت الثانوية العامة الجديد دفعة 2019 2020، وفي الاخر برضه هنتكلم عن شوية ثغرات لسه ما اتقفلتش لحد دلوقتي في التابلت للناس اللي عايزة تفتح مواقع تانية غير مواقع الوزارة. فتابع للاخر، ويتأكد انك تكون عامل اشتراك للقناة ومفعل زر الجرس ولايك للفيديو عشان يجيلك كل الحاجات الجاية. حوالي اسبوع دفعه اولى ثانوي السنه دي استلمت تابلت الثانويه العامه الجديد، وهو التابلت المقدم من شركه سامسونج، وهو جالاكسي تاب اي 6 او جالاكسي تاب 2016. التابلت ده بيجي بشاشه 10 بوصه ورامات 2 جيجا وسعه تخزين داخليه 32 جيجا، وده صراحه شايفها امكانيات حلوه جدا لتابلت انه يكون لطالب في ثانويه عامه يا دوبك يذاكر عليه او يفتح كتب، يعني ما يفتحش العاب مثلا ويحمل ببجي زي ما انت بتعمله كده. يعني التابلت بيجي بمعالج 1.6 هرتز ثماني النواه وبطاريه 7300 ملي امبير، يعني انت لو واحد دحيح قوي هتشحنه مره كل 3 ايام من 0 ل 100% في حوالي ساعتين ونص 3 ساعات بالكتير قوي، لان بيجي معاه شاحن 10 واط، فده هيساعدك جدا في انك ما تشحنوش كتير وما تفصلش منك بسرعه لو انت في امتحان مثلا او شحنت في اول يوم دراسي فتفصل منك في نص اليوم الدراسي، فانسى الموضوع ده خالص وممكن يقعد معاك 3 ايام دراسيه عادي جدا ومن غير ما يفصل. واخر حاجه نتكلم عنها خالص وهي الكاميرات، واللي ملهاش اي 30 لازمه في التابلت، لان الوزاره منزله تابلت بنظام كينوكس المقدم من سامسونج عشان يبقى التابلت مناسب للدراسه في ثانويه عامه. فانت لا بتعرف تستخدم كاميرا ولا تنزل اي تطبيقات، ما تخش على اي مواقع غير مواقع الوزاره اللي الوزاره فاتحينها لك بس على التاب ومنصه الامتحان. بس لو حابب تعرف ازاي تخش على باقي المواقع تابع الفيديو للاخر، وانا برضه هقول لك ازاي. وكل اللي هتلاقيه جوه علبه التابلت هو الهاند فري والشاحن ووصله الشحن والجهاز اللوحي بس اللي هو التابلت. والجميل في الموضوع ان الوزاره بتقدم لك مع التابلت القلم ده، وصراحه حاسه يعني قلم كويس جدا في الاستخدام، والجراب اللي كل ما بيقفل الشاشه بتقفل وتفتح الشاشه بتفتح بيرفع عليك ضغط التكنولوجيا. وخلينا بقى نيجي للمزايا التابلت اللي عجباني جدا فيه الصراحه. الشاشه جايه بريزوليوشن 1080 اتش دي مش فول اتش دي، ويعني برضه انا حاسس ان في شويه بيكسلات في الشاشه بتبقى ضربه سنه، او مش 1080 يعني اشياء مرضيه، يعني حالها كويس شغاله، يعني الشاشه شغاله. وبرضه اللي عاجبني جدا هو البطاريه، يعني انا بكره حته ان الموبايل يفصل في ايدي وانا بستخدمه، اي حد اكيد يكره حاجه زي كده، فكويس جدا انه جايب لك شاشه كبيره ببطاريه كبيره، يعني انت كده مش محتاج حاجه من الدنيا في التابلت ده خلاص. تعالى بقى نتكلم على عيوب التابلت. وبصراحه انا شايف ان عيوب التابلت انه ما بيخشش على اي مواقع، دي حاجه حلوه وفي نفس الوقت حاجه وحشه. حاجه حلوه ان الطالب ما يتشتتش يخش على مواقع يحمل بقى العاب من مواقع خارجيه ما دام جوجل بلاي مقفول على التابلت، وفي نفس الوقت حاجه وحشه ان في طلبه ساعات انا كنت منهم، ان انا كنت في ثانوي بذاكر على اليوتيوب، كانت كل مذاكرتي على اليوتيوب بجيب مدرسين يشرحوا لي والكلام ده، فلو طالب عايز يخش يجيب فيديو من على اليوتيوب مثلا شرح مش موجود. يعني انا اتفرجت على الحاجات اللي موجوده على موقع الوزاره، انا شايف ان هي حاجات عقيمه جدا، وان موقع الوزاره بيصور لك الكتاب او بيعمل له سكان وينزله لك على الموقع في شكل PDF تقدر تقلب فيه اونلاين، ده موقع الوزاره. وفي شويه اختبارات يعني مش وحش للدرجه ومش كويس لان هو يبقى معتمد عليه اعتماد كلي، وبرده ما يجيبش كتب خارجيه. يعني التابلت لما دام هتعمله نظام تابلت فلازم يبقى التابلت هيحل محل كل الكتب الخارجيه وكل كتب الوزاره، لكن اللي انا شفته ده يعني نظام لسه مش كامل، لسه مش اخر حاجه ان الطالب يعتمد عليه النظام ده وما يجيبش كتب خارجيه مثلا وما يخش دروس خارجيه. نيجي بقى لحل المشكله دي، واني هعرفك ازاي تفتح يوتيوب وباقي المواقع كلها. بس يا جدعان حاولوا ما تشيلونيش الذنب، ذاكروا يعني النظام بتتعب معاكم وذاكروا، اي نعم لسه ما عملوش كل حاجه بس يعني ذاكروا بالموجود. مبدئيا كده قبل ما نعرف ازاي نفتح المواقع، انت عندك طريقتين تقدر تحمل بيهم الملفات اللي انت عايزها على التابلت ده، والطريقتين على فكره ما بيخرجكش من نظام الكينوكس خالص لانه الوزاره غافله عنهم اصلا، وكينوكس مش مناح، وفي زي ما تقول باك دور تقدر تخش منه على اي موقع انت عايزه جوه نظام الاندرويد بتاع التابلت. فاول طريقه انك هتبعت اللي انت عايزه في رساله على الجيميل، بما ان الوزاره سايبه لك الجيميل موجود على التابلت، كل اللي عليك انك هتسجل بحساب جوجل هنا، تكون انت عارف البريد بتاعه، وتمسك انت حساب جوجل تاني من على الكمبيوتر او الموبايل اللي عايز تبعت من عليه حاجه للتابلت، وهتخش على الحاجه تعمل لها مشاركه عن طريق الجيميل وتبعتها في رساله، تكتب بريد المرسل اليه يكون الجيميل اللي انت سجلت بيه على التاب وتبعتها، بس بشرط ان الملف اللي هتبعته ما يتخطاش مساحته 25 ميجا. ودي الطريقه السهله واللي ما اعتقدش ان هي هتبقى عمليه جدا غير في البي دي افات او الملفات اللي انت عايز تفتحها، بما ان التاب اصلا ما بيشغلش مزيكا ولا بيشغل فيديو. لو عايز تشغل مزيكا وفيديو فليك الطريقه الثانيه اللي انا هقول لك عليها، ويستحسن ما تحملش حاجه لانك مش هتعرف تستخدمها على التاب، سواء تطبيقات او فيديوهات او اغاني. يعني لو عايز تسمع فيديوهات او اغاني هتستخدمها على المتصفح اللي انا هقول لك عليه دلوقتي او الطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي يعني، لكن تطبيقات انسى الموضوع ده خالص،
تطلعه من دماغك. هي ليها طريقة بس يعني اكيد الناس كلها عارفاها ومنتشرة جدا على اليوتيوب، بس ملاش لازمة يعني، ليه تضر نفسك؟ التابلت اصلا امكانياته حتى ال 2 جيجا رام ما يساعدكش ان انت تلعب عليه، يعني التابلت 2 جيجا رام ما يساعدكش، مش حاجة جميلة جدا انك تحمل عليه ببجي او تلعب عليه العاب كبيرة ولا حتى العاب تافهة، يعني ليه؟ ملاش لازمة. هو للدراسة استخدمه للدراسة، عايز تشغل عليه يوتيوب وفيديوهات تانية مزيكا تستخدم يعني تستغل شاشته الكبيرة، جميل جدا. هعرفك ازاي غير كده؟ انت هتخرج عبر نظام الوزارة مش عن طريق براوزر كروم خالص، هنبعد عنه شوية وهنخش على حاجة ادفانسد شوية موجودة كباك دور في نظام التابلت ذات نفسه اللي هو الاندرويد. ثغرة الوزارة سابتها خالص، نسيتها خالص، بس ولاد مصر اكتشفوها. يعني كل اللي هتعمله انك هتنزل صفحة الاشعارات، هتخش على الاعدادات بتاعت التابلت، هتخش بعد كده على اخر حاجة هنا وهي حول الجهاز اللوحي يعني، وبعد كده تخش على معلومات قانونية وعندك سياسة الخصوصية. تمام، من هنا هيجي لك اتفاقية سياسة الخصوصية بتاعت الجهاز، هتقلب شوية كده لحد ما هتوصل لرابط يكون في الدومين بتاعه جوجل، يكون الرابط ده بدومين شركة جوجل. كل عليك انك هتضغط على الرابط هيحولك لصفحة تانية اتفاقية مع شركة جوجل، تخش هنا تضغط على لوجو جوجل اللي فوق ده. ده الباك دور اللي موجود في نظام الاندرويد اللي تقدر تخش منه على اي موقع، لان ده هيحولك على براوزر جوجل. من هنا تقدر تفتح اي موقع انت عايزه، عايز تخش على يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام، اي موقع حرفيا انت عايز تخش عليه تقدر تخش عليه من الصفحة دي. خلينا نفتح موقع يوتيوب. تمام، كتبنا هنا مثلا يوتيوب وجاب لنا الصفحة دي، هنخش هنا على اول رابط هيجي لنا هنا صفحة يوتيوب رئيسية بالشكل ده. حبيت مثلا انك تفتح حاجه تانية مثلا وتخش على اي تطبيق تاني مثلا، فهنا عند البي دي اف دي تحمل الكتاب كتب ورا هنا، فهنا مثلا في التطبيقات اللي شغاله في الباك جراوند هتقدر ترجع تاني للموقع ومش هيكون اتقفل ولا حاجه، يوتيوب هيفضل شغال زي ما هو. بس انت لو جيت هنا في التطبيقات اللي شغاله في الباك جراوند وقفلت الاعدادات او قفلت الضبط، خلاص كده انت مش هيبقى مفتوح عندك الدراع، ولازم عشان تفتحه وتخش من الضبط تاني وتخش على معلومات الجهاز ومعلومات قانونية وبعد كده سياسة خصوصية، تفتح رابط يكون الدومين بتاعه هو جوجل زي ما عرفتك، وبعد كده يفتح معاك تاني نفس البراوزر جوجل اللي انت عايزه بعد كده. ودي ما كانتش الطريقة الوحيدة اللي تقدر تفتح بيها اي موقع انت عايزه على تابلت الثانوية العامة، بس دي اسلم طريقه اللي متخرجكش بره نظام كينت. وكان في طرق تانية عن طريق ثغرات كانت موجوده في متصفح كروم السنه اللي فاتت، بس الوزاره قفلتها السنه دي، وبقى بس هي الطريقه دي اللي لسه ما اتقفلت. وطريقه تانية انا قلت انها مش هقولها، هي موجوده منتشره جدا على اليوتيوب يعني، بصراحه لو انا قلتها مش هتفرق كتير، بس الموضوع كانك هيبقى في خطر كبير عليك، وانا بصراحه مش عايز اشيل ذنب حد ان التابلت ممكن يخرج فعلا بره المنظومه لو انت عملت اي حاجه غلط في الطريقه التانية، وفي نفس الوقت انت هتتقفش حتى لو ما خرجتش بره المنظومه. المراقبين بيعدوا عليك في الامتحانات، بيفتحوا التابلت ويبصوا على كذا حاجه بيشيكوا عليها، فبلاش. والتابلت صراحه امكانياته مش كويسه لدرجه انك تلعب عليه، يعني انت هيشتغل معاك 10 على 10 لو انت استخدمته على قد مواقع ومذاكره، لكن هتقول لي حمل ببجي والعاب ثانيه وشغل الجنان ده يعني لا. تابلت هتلاقي اداءه اقل معاك، هيبتدي يهنج كتير. وعشان تقدر ترجع التابلت ده تاني عند الوزاره عندك حل الاثنين، يا يعني تعملها مع نفسك لو انت فاجر قوي زي ما خلصت ترجعه وتعرف تجيب الباسورد والبريد بتاع المحافظه بتاعتك، يا اما تضطر تدفع مبلغ 1600 جنيه عشان تغير لك التابلت تاني الشريحه بتاعته من جوه كلها. ما اعرفش الاجراءات بالظبط، بس ده اللي سمعته عن التابلت الثانويه العامه. كده يكون انتهى الفيديو، اتمنى اكون استفدتم من الفيديو، فلو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله في فيديو جاي عن مراجعه الريدمي نوت 8. انا عارف ان اتاخرت في الفيديو ده كتير جدا جدا جدا، بس كان عندي امتحانات واحتمال اتصور فيديو في مكان تاني غير الاستوديو يعني، فتاكد انك تكون عامل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. ولو في اي مشكله مقابلك في التابلت او اي حاجه انت عملتها وعايز تصلحها يعني، يبقى كلمني في الكومنتات، هتلاقي لينك صفحه الفيس بتاعتي في الوصف، تقدر تخش تكلمني عادي وبرد على كل الناس وموجود 24 ساعه. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.